العراقية الرياضية وفقرة تور. طبعا اليوم منورتنا الكابتن صابرين. صباح الورد. صباح النور. وسهلا. صباح النشاط. النشاط وحيوية. طبعا بس الرياضيين يقعدون الصبح. لازم ضروري. اليوم نتحدث عن موضوع جدا مهم، رياضة كمال الأجسام. طبعا اكو اختلاف بين الرجل والمرأة كمال الأجسام. طبعا الشباب ضدكم انه ما يحبون انه انتم تمارسون كمال الأجسام، فقط يردوها بس لهم حصري. طبيعي اكيد يعني. بالنسبة لنا احنا لأنه يمي كابتن شوية، لأن تعرفين مجتمعنا شرقي، فما راح يتقبلوا انه المرأة تلعب كمال أجسام وحديد. بس احنا حبينا نضيفها شيء حلو، انه ما نخليها بشكل الاوفر اللي احنا نقول عليها تشبه الرجل، لا نمرنها شيء طبيعي. اكو بنات هواي يحبون يعني يرتبون من جسمهم، يعني هو هذا اللي اوكي، بس هي لازم تحتاج تلعب حديد يعني، بس احنا ما راح نوصلها لفل انه توصل مثل الرجل، يعني هو هذا. بس اكو هواي ناس ما تفهم هذا الموضوع، ولكن الاوزان يعني تكون ممكن ثقيله على المراه في بعض الاحيان. موضوع الاختلاف انه هذه الرياضه تختلف عن باقي الرياضات. اوكي، هي والاوزان احنا نقدر نتلاعب بالتمارين، يعني اقدر اخليها اوكي انطيها وزن، بس انطيها تكرارات سريعه، يعني ما خليها تستراح هوايه على مود ما تسوي عندها فتشيب عضل كلش قوي وكبير يعني. ما تكون عندها اكتاف عاليه ممكن؟ يعني ممكن اذا هي نوت تريد هيك، يعني اذا هي تريد تسوي اكتافها او هي تريد ترتب جسمها بالمطلوب، اوكي انا انطيها. بس اذا هي لا، يعني بس مجرد انه فتشي فتنس، لا اقدر اعطيها يعني نتلاعب احنا قلت لك بالعادات. المجتمع شلون ينظر لك بالشارع بصراحه؟ والله هواي يشوفون يعني من امشي شوف هاي باع كتفها، باع راح تضربني، باع ما اعرف شنو، ما ادري. بس انا اشوفها فتشي يعني شيء طبيعي يعني. ايه، واكو ناس لا يعني يقولون عافيه بطله شجاعه حلو عندك اصرار عندك قوه حلو يعني. ضاربه رجل ممكن؟ لا. بس احتمال احتمال يصير. لا ما اتصور تصير اصلا. ان شاء الله ما تصير. المكملات الغذائيه الرجل يستخدمها تختلف عن المراه؟ اكو مكملات ما نقدر نعطيها للمراه، بس هي بصوره عامه تقدر تاخذ، بس اكو شغلات هوايه نقدر نمتنع من عندها، يعني ما نعطيها للمراه. يعني مثلا محفزات ستيرون اقدر انطيها اني مثلا للمراه، ما يصير. مثلا مكملات كفيتامينات اوكي. هسه نتمرن انا وياك سويه؟ يلا 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 مشاهدينا خليكم ويانا. كابتن، الاجهزه اللي تتمرنون عليها ككمال اجسام تختلف عن باقي الاجهزه الاخرى اللي تمارسها النساء الرياضه بصوره عامه اقصد؟ يعني اكيد يعني الاوزان تختلف والاجهزه طبعا تختلف. يعني تكون الاوزان ثقيله؟ اكيد 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 لازم. واي شخص؟ يعني اي مو اي شخص. يعني هواي اكو حتى شوفيهم يعني مثلا سوى جاي داخل يعني لهذا المجال هذا الحديد بالحديد يعني يتمرن، ما يقدر يرفع اوزان عاليه، لازم يوصل ليفل يعني معين اللي يعني ورا فتره. الاكل ما تكون زين، الفيتامينات زينه لازم تكون، وراها يقدر